السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طاجين ديال اللحم بالخضر طايب على المجمر، كيجي رائع. كيف ما كتعرفوا الطاجين اللي طايب على الفاخر ولا على العواد كيجينا بنين بزاف وكيجي معلك كذلك. غندوزو ان شاء الله باش نتعرفوا على طريقة التحضير ديال الطاجين. درت الطاجين ديالي فوق المجمر، اول حاجه غادا ندير فيه، عندي جوج حبات متوسطا في الحجم قطعتهم على هذا الشكل هذا. درت كذلك واحد القطعه ديال اللحم، ديروا الكميه اللي نتوما باغين. ضفت كذلك جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، غنضيف كذلك واحد نصف ملعقه ديال الملحه، لانه باقا غادا نزيد في الاخير الملحه. غندير واحد الملعقه صغيره ديال سكنجبير وملعقه صغيره ديال الكركم ونصف ملعقه ديال الابزار. وغنضيف كذلك ملعقه ديال القزبر يابس مطحون، وغنضيف كذلك واحد 4 كأس ديال الماء، وغنغطي الطاجين ديالي ونخليه حتى يتشحر ليا. تشحر ليا هاد اللحم مع هاد البصله والتوابل. ملي بدا كيتشحر ليا غادا نقلب هاد اللحم باش يدخل ليا فيه التوابل. غنولي نغطيه ونخليه يزيد يتشحر ليا شويه. وانتم اخواتي من بعد ما تشحر ليا هاد اللحم مع البصله وهاد التوابل كما شفتوا البصله كتزيد تطلق الماء ديالتها، انا درت غير 4 كأس ديال الماء. ودابا غادا ندير الخضر، غندير بطاطا صغيره مع خيزون اللي مقطع دوائر. غادا نستف البطاطا مع الجوانب على هذا الشكل هذا. هذه بطاطا صغيره، خديت غير بطاطا صغيره ونقيتها خليتها هكاك. ولا ما كانتش متواجده عندكم ديروا بطاطا عاديه، يعني قشروها وقسموها الا كانت كبيره. انا كنبغي هذه الصغيره حيت كتعطيني واحد الديكور زوين في الطويجنات. ودابا غادا ندير الجزر اللي مقطع على شكل دائري، غنديرو غير من الفوق. نحاول نقاد هذا الجزر غير من الفوق، يعني نخليه غير من الفوق باش يعطيني واحد الديكور للطاجين زوين. ودابا اخواتي غادا نضيف القليل ديال القزبر والمعدنوس اللي عندي مقطع رقاق، غنضيفهم من الفوق.
ودابا غادا نضيف نفس التوابل اللي سبق لي درت في الاول. غادا نضيف غير نصف ملعقه، نصف ملعقه من كل حاجه. غندير نصف ملعقه ديال الملحه، نصف ملعقه ديال الابزار، نصف ملعقه ديال الكركم، نصف ملعقه ديال السكينجبير، الا القزبر يابس اللي ما غاداش نضيف. غنديرهم كلهم من الفوق على هذا الشكل هذا. بالنسبه للماء انا ما غندير نزيدش الماء، يعني هذاك 4 كاس اللي درت في الاول يعني كافي. كيف ما كتعرفوا الخضره كتزيد طلق الماء ديالها في الطاجين. وفي الاخير غادي نضيف زيت المائده، نصف كاس ديال زيت المائده نضيفه من الفوق. ودابا غادي نغطي الطاجين ديالي ونخليه يطيب على خاطره. ودابا غادي نطلع الطاجين ديالنا. هانتوما اخواتي، يعني قرب يوجد لينا. غنضيف له القليل ديال الزيتون الاخضر، بالنسبة لأي إضافة يمكن لكم تضيفوها، الزيتون أو الفلفل الحار واللي بغيتو يمكن لكم تضيفوه. ودابا غادي نغطي الطاجين ديالي وغنخليه حتى يكمل طيابه. وانتم اخواتي، من بعد ما وجد الطاجين كيجينا على هذا الشكل هذا. الصراحه كيجي معلك وكيجي بنين بزاف، كيجي واحد الطاجين اللي رائع في المذاق. كنتمنى من الله على انكم تجربوه. الصراحه بالطريقه هذه، بطاطا صغيره مع خيزو مقطع دوائر وفي نفس الوقت يعني طاجين طايب على الفاخر، يعني كيجي بنين بزاف الصراحه. كيجي لا شكلا ولا مذاقا، كيجي جد رائع. كنتمنى من الله الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.